يعني هو طبعا المشاهد موضوع الحماس في والتدفق الكبير على صناديق الاستفتاء وشعور بالتعاون وبالمحبة موجود بشكل كبير جدا. نتمنى أن يستمر هذا الشعور بين أفراد الشعب المصري ويمتد إلى كل الذين قالوا لا والذين قالوا نعم، يكون هذا النوع من الحب والتعاون حتى نبني بلدنا بإذن الله في مستقبل كبير. يا فندم لا ولا كلها انتهاكات يعني لا تؤثر على نتيجة الانتخابات وكلها أشياء بسيطة جدا وبيتم تداركها فورا، زي مثلا في لجنة الحبر مش موجود، فتحت متأخر بعض الشيء وهكذا. الظاهرة اللي يمكن موجودة شوية بشكل أكتر اللي هي يعني اختلاف الأسماء في الكشوفات، وده عاوز إعادة تصحيح في قاعدة البيانات الموجودة، ودي نقطة مهمة جدا يجب أن نهتم بها مستقبلا اللي هي تنقيط كشوفات أو قاعدة البيانات الخاصة بالناخبين، ولكنها في النهاية برضو عدد محدود جدا يعني بالنسبة للأعداد الخاصة، يعني لا تؤثر على نتيجة الانتخابات يعني. فده يعني ده في مجملها الأشياء. الشيء الآخر اللي هي عمليات العنف اللي بتتم خارج لجان الاستفتاء. أمس الحقيقة كان في بعض مظاهر للعنف مش موجودة النهاردة. النهاردة لا يوجد أي شيء إطلاقا، حتى لم يصلنا أي شيء خاص بعمليات العنف اللي كانت موجودة بالأمس. نرجو أن يتم الأمور بشكل جيد وتكون هذه نقطة انطلاق جديدة لشعب مصر ولمصر إن شاء الله. عايزين يا فندم نتعرف برضه، هل هناك في زيارات للوفود الأوروبية أو الأجنبية؟ طبعا احنا في يعني في تصاريح كثيرة أعطيت لصحفيين أجانب ولمنظمات أجنبية، وكلهم بيبشروا الانتخابات، وفي شبكات عربية أيضا غير الجامعة العربية وغير الاتحاد الفريق الأوروبي يعني كل دول موجودين، وإن شاء الله هيبان النتائج دي كلها وتصريحاتهم. نرجو أن يتغير رأي العام الخارجي بعد هذه الاستفتاء بكل تأكيد، يعني حتى الآن هي تسير بالمعايير الدولية بشكل واضح جدا. يعني أنا أولا اللي يهمنا في الوقت الحالي أن الناس تروح وتصوت سواء بنعم أو لا، لكن ما في شك أن في أسباب تجعل نعم واردة، لأن ده دستور أظن أنه لكل المصريين فعلا بشكل واضح. أعتقد أن كل مصري ممكن أن يجد نفسه في هذا الدستور. ما يميزه يا فندم؟ يميزه قضية الحريات. الحريات مثلا لأول مرة بيتكلم عن حق المعوقين، بيتكلم عن حق المرأة مثلا في موضوع إن حق أنها تعطي الجنسية لأولادها، موضوع الصحفيين وعدم حبس الصحفيين، في حريات كبيرة جدا. طبعا أنا عايز أقول أن الدستور بمجرد ما يقر مش معنى كده أن كل الحريات دي اتطبقت. أيضا المصري النهاردة، المواطن المصري اللي خرج في 25 يناير وقال حرية وكرامة وعدالة اجتماعية مش هيسكت على أي انتهاك. فإحنا بنقول إن أيضا التطبيق لابد أن يكون بنفس الروح وروح الثورة وننفذ هذه الـ يعني الحقوق وهذه الحريات، يدافع عنها تماما كما خرج في 25 يناير ودافع عنها.